يا نسوان يا قوطه. اوزن لك كيلو ونص دوب. بقول لك ايه، ما القطه حلوه، اوزن لك كيلو. لا يا اخويا انا عايزه قوطه، اوزن كيلو ونص. بقول لك حلوه. ما تلمي نفسك، انت فيك ايه؟ ما تقف مش واقفه على بعضك ليه بدل ما نخلي نهارك اسود؟ ما انت واقفه بقالك ساعه مرقعه على الفرش. يا نهار ابوك اسود، هي مين يا اللي بتتمرق؟ طب خليني انا بالطريقه دي، ده انا هخلي نهار اللي جابتك اسود. خلاص يا بنت بدل ما ظبطك. تظبط ولا يا ابن الحيحه ولا مجازه؟ هي امك يا نوري، هتعبده من على الموقع. حمامه، هو ده يختي بقى الذكر بتاعك؟ لا يا حبيب امك، الذكر بتاعها. نزل ايدك يا مره بدل ما مدي ايدي عليك. تمدي على ايدك عليا يا بدل ما اخلي نهارك اسود. مفتاح الحلو بمانجيرو، انت وكاورشي بمشاويرو. مفتاح الحلو بمانجيرو، انت وكاورشي بمشاويرو.
مش ناوي للخير ولا عايزني للشر اللي مش ناوي للخير ولا عايزني للشر والتاني بيتربص لي وبيتمنى للار والتاني بيتربص لي وبيتمنى للار عملنا عقدة الناس بعد ما كانوا الأساس وعملنا عقدة الناس بعد ما كانوا الأساس أرقام على التليفون العائل والمجنون أرقام على التليفون العائل والمجنون اللي بيشتمي الطريق واللي بيشكر بجنون اللي بيشتمي الطريق واللي بيشكر بجنون عيني للي للي سيري للي للي اسمعي ده بغير بيني وبيني يلا نفتحوا بيبان بيبان السد بيبان الرز بيبان الفن يا فنان ما في الحسودة ما في بالعودة ميدن من يبن لباو هدي بك تشاية ودان بداية ميدن مرفو ديئة وارد عمل بينو ويقول جنبه وعنده اش مية ومليون حصل ونقل اللي جنبه وارد عمل بينو ويقول ده عنده وعنده اش مية ومليون وبنقل اللي جنبه ده كلام الناس كتير ده كلام الناس بيحسد الزنا سيب البضاعة تروح من ايديك يا باخل منك لو يعني كنا هنعمل ايه بس يا معلم مختار ما كانش ينفع نستنى يا معلم لو مش احنا شغلنا دماغنا كان زماننا روحنا مع البضاعة بصريح العبارة كده يا معلم التنين بيقول لك الحكاية دي فيها ان تقصد ايه يالا اقصد ان الحكومة مش مفتحة قوي كده دي تاني عملية تتطلع لنا شاردة الحكومة معاها اخبارنا يا كبير